أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الموقف الأمريكي الذي أفشل مشروع البيان المصري بشأن إدانة تصعيد الانقلابيين الأحادي وكذلك مستجدات التحركات السياسية للسلطة الشرعية. فأهلا بكم. من جديد ينحاز الموقف الأمريكي للانقلابيين، هذه المرة دون مواربة أو استحياء، فقد ظهر الموقف الأمريكي بدور المدافع والمرافع وتصدى لمشروع القرار المصري العربي لإدانة الميليشيا على تحركاتها الأحادية والمنافية لمرجعيات التسوية الوطنية والأممية التي سبق وأن أقرها مجلس الأمن. ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الموقف الأمريكي بموقف المدافع والمهادن للانقلابيين، فقد سبق وأن ذهب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنفسه للقاء وفد الانقلابيين والاتفاق معه بشكل أحادي في مسقط وبعيدا عن الشرعية التي ثارت حفيظتها آنذاك، وطالبت الجانب الأمريكي بتوضيح حول تحركاتها المريبة. ليأتي الموقف الأمريكي هذا ويؤكد تلك الشكوك، ليبقى السؤال: كيف ستتعامل الحكومة والإقليم مع الدور الأمريكي المشبوه؟ ولماذا اختارت الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشرعية؟ هذه الأسئلة وأكثر ستكون مثار نقاشنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث في محورين: ما حقيقة ودوافع الانحياز الأمريكي للانقلابيين وكيف يمكن فهمه وتوصيفه؟ وهل يعتبر إفشال أمريكا للمشروع المصري نوع من المباركة لتصعيد الانقلابيين؟ وكيف ستتصرف الشرعية اليمنية إزاء هذا التصعيد؟ قبل البدء بالنقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. كشف إعلان الانقلابيين حكومتهم في صنعاء عن تغير في الموقف الدولي من الأزمة اليمنية، أو على الأقل حالة ارتباك غير مفهومة. يبدو الموقف الدولي في أسوأ حالاته في هذه اللحظة من عمر الأزمة، وبدلا من أن يكون موقفه متوازيا مع حجم تواجده وتأثيره في هذا الملف، باتت تصورات المجتمع الدولي عبئا مضافا على الحل في اليمن. بريطانيا التي تدير الملف اليمني في مجلس الأمن، وعلى الرغم من إدانتها لخطوة الانقلابيين في صنعاء، إلا أنها امتنعت عن إعداد مشروع بيان في المجلس الذي يشرف على جهود الحل في اليمن. سيداتي والسادة، هذا الأمر دفع مصر بالتنسيق مع الحكومة الشرعية ودول عربية إلى طرح مشروع البيان، لكن هذا التحرك اصطدم بمواقف عدد من الدول في مجلس الأمن. ينص مشروع البيان المصري على أن الحكومة المعلنة من طرف واحد في صنعاء هي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وبينها القرار 2216، وتقويض لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء النزاع في اليمن من خلال العملية السياسية. ورغم خلو البيان من الإشارة لأي إجراء بحق سلطة الميليشيا في صنعاء، إلا أن الولايات المتحدة طلبت مزيدا من الوقت للتشاور بشأنه، وهي عبارة مهذبة لا تخفي موقفها الرافض للبيان على الأقل بصيغته المطروحة. يبدو أن واشنطن بدأت تقيس أي تحركات سياسية في الملف اليمني بمدى اقترابها أو افتراقها من مقترحات وزير خارجيتها التي شكلت أساساً خارطة الحل المقدمة من المبعوث الأممي، والتي لا تزال الحكومة الشرعية ترفض التعامل معها، وهي بهذا الموقف الأخير تؤكد أنه ما من تحركات خارج هذا السياق. الموقف الأمريكي لم يكن العقبة الوحيدة أمام صدور البيان، إذ أن هناك تحفظاً بريطانياً واعتراضاً روسياً على بعض فقراته وعباراته بحسب المندوب السعودي في الأمم المتحدة، فيما يبقى الموقف الصيني غير واضح من البيان على الرغم من تأكيدها على أنها لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية. نبدأ بالنقاش مع الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك دكتور نجيب. أهلا وسهلا بك دكتور نجيب. كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي المعارض لمشروع القرار المصري الذي كان يهدف لإدانة تصعيد الانقلابيين من خلال إعلان عن تشكيل حكومة في صنعاء؟ أولا من المفترض إذا كانت حتى يعني الحكومة الأمريكية منسجمة مع أطروحات كيري والتي هي في الأساس مرفوضة من قبل الحكومة الشرعية، كان المفروض أن تدين هذا الإجراء الانفرادي باعتباره إجراء معيق لعملية السلام، لكن الغريب في الأمر أنه يتم التعامل بمرونة كاملة مع كل الإجراءات الانقلابية، ليس يعني فقط تشكيل الحكومة بس إجراءات الانقلاب كلها بلا استثناء من 2014 حتى اليوم، وهناك مرونة أمريكية غريبة فيما يخص التعامل مع الحركة الحوثية ومع كل الإجراءات التي قامت بها. وهنا نضع سؤال: هل الحركة الحوثية
أداة أمريكية نتيجة العقدة التي تعاني منها الحركة الحوثية فيما يخص مكافحة الإرهاب، واتضح بشكل من ناحية عملية والواقع ينطق بالفصيح أن الحركة الحوثية لم تقود إلا إلى فوضى شاملة، هدمت كل مؤسسات الدولة، هدمت حتى الأجهزة التي تكافح الإرهاب، نشرت فوضى شاملة في اليمن، وبالتالي هناك استغراب للأمانة لأي يعني أي مراقب لا بد أن يستغرب من هذه المواقف الأمريكية. ماذا يعني أن يصدر بيان من مجلس الأمن يدين هذا الإجراء الانفرادي؟ هذا البيان افترض أنه يكون انعكاس لقرار مجلس الأمن 2016، لكن يبدو لي أن هناك يعني كأنه هناك توجه أمريكي يعني غير معلن فيما يخص مسألة تجاوز هذا القرار، وهذا مسألة خطيرة. أنا أعتقد لن تخدم إلا الفوضى الشاملة ولن تقود إلى حل سياسي، بل ربما يعني هي حالة إشعال للفتنة الدائمة داخل اليمن. طيب دكتور نجيب، بالنسبة للموقف الأمريكي من هذا التصعيد الأحادي الجانب وتشكيل حكومة في صنعاء، هل هناك علاقة لعدم صدور موقف أمريكي يدين هذا التصرف بإجراءات ترتيب البيت الداخلي الأمريكي الفترة الانتقالية الآن ما بين عهد أوباما وترامب؟ لا أدري كيف قرأ الأمريكان مسألة يعني رفضه، مثل يعني هو ليس رفضه وإنما يعني واضح من اللاذع أنه يجب التريث في هذه المسألة. هو من ناحية عملية سنجد أن الحكومة التي تم تشكيلها بإجراء انفرادي من داخل صنعاء هي لا تمس نهائيا الشرعية ولا تؤثر عليها، هي إجراءات لترتيب حالة من الصراع الداخلي بين أطراف الإنقلاب، ونتائجها العملية لن تؤثر كثيرا على مستوى الواقع، ولن تؤثر كثيرا فيما يخص مسألة يعني الحصول على اعتراف، لن يعترف بها أحد. لكن مسألة إدانتها أنا أعتقد أنه كان من المفروض إدانتها ببيان واضح، وعلى الأقل من باب الضغط على الحركة الحوثية وجماعة صالح فيما يخص قبولهم لعملية السلام، لأنهم قد يفهموا هذا الاعتراض على مسألة صدور البيان وكأنهم موافقة على الحكومة، وهذا سيزيد عنادهم وجمارهم وبالتالي إعاقة للحل السياسي. بمعنى أنه اليوم مجلس الأمن يعني من المفترض أن يكون أكثر حرصا على القرارات التي خرجت يعني من أروقتها، بدل أن يتم تمييع هذه القرارات وترك الانقلاب يعبث بكل ما يتم التوافق عليه. الحكومة الشرعية تعاملت مع مبادرة كيري في الفترة الأخيرة بشكل إيجابي، الانقلاب صحيح أنه قبلها في البداية لكنه كان يناور في هذه المسألة، والدليل أنه شكل حكومة بما يعيد المقترح الذي قدمه كيري، وبالتالي كان المفترض أن يمارس ضغط. يبدو لي أنه هناك يعني نكون صريحين، يبدو لي أن الأمريكان فتحوا خط واضح مع أطراف الانقلاب وأصبحوا باتجاهات محاولة إنقاذ الانقلاب بطريقة أو بأخرى، وربما يعني خلينا نكون صريحين أن الأمريكان مضللين وتابعين ربما لرؤى معينة ينتجها الانقلاب فيما يخص مسائل كثيرة بما فيها مسألة مكافحة الإرهاب، وهذا الأمر يعني ربما يعقد أنا أعتقد المسار السياسي في المرحلة القادمة. طيب موضوع فتح خط مع الانقلابين من قبل الأمريكان، باعتقادك ما المصالح المشتركة اليوم التي تجمعهم غير موضوع الإرهاب ومنوع هذه التربيطات التي ربما تكون موجودة بينهم؟ شوف، كان مؤشر التقاء كيري في مسقط مع الحركة الحوثية، لا ندري ما هي الاتفاقات التي تمت مع الحركة الحوثية في هذا اللقاء، لأنه كان لقاء طويل حسب يعني الناطق باسم الحوثيين قال أنه لقاء لمدة 4 ساعات مع وزير الخارجية الأمريكي، أن تمنح وزارة الخارجية الأمريكي لحركة متمردة فوضوية انقلابية هذا الوقت لإجراء يعني حوار. أنا يبدو لي وكأن هناك اتفاق ما ربما غير معلن فيما يخص تدعيم وإسناد هذه الحركة. طيب دكتور نجيب، بالنسبة الآن للموقف الشرعية والتحالف العربي من هذا الموقف الأمريكي، كيف سيتصرفون وسيتعاملون مع هذا الموقف الأمريكي الأخير؟
ما سيتعاملوا بشكل إيجابي. يعني لا يعني مسألة ما يهم اليوم هو عدم الاعتراف بهذه الحكومة. وأنا أعتقد أن يعني مجلس الأمن ولا الدول الراعية 18 بالإمكان أن تعترف بهذه الحكومة. وبالتالي يعني من المفترض أن يكون هناك متغيرات أساسية في الميدان، رغم أنه هناك اعتراضات على أحداث هذه المتغيرات داخل الميدان، لكن بالأخير الانقلاب اعتمد على مسألة فرض واقع والقيام بإجراءات انفرادية يعني ضاربا بالإرادة الدولية والإقليمية عرض الحائط. وبالتالي الحكومة الشرعية اليوم يعني لابد أن تتعامل مع الواقع كما هو، وأن لا ترضخ لهذه الضغوط القادمة من يعني من أمريكا أو بريطانيا أو أي دولة أخرى، وتمارس خياراتها وتحقق أهدافها في الميدان. أنا أعتقد أنه هذا الرد الأسلم لهذا يعني لبعض الإجراءات التي تقوم بها أطراف الانقلاب دون أن يكون هناك اعتراض واضح، بل هناك ميوعة وتدليل للانقلاب حتى من قبل الأمم المتحدة والدول الراعية. طيب بالنسبة لهذا الموقف الأمريكي الأخير الآن في عرقلة المشروع المصري الذي يدين تشكيل انقلاب لحكومة، اليوم أمريكا هي اللاعب الرئيسي ربما والأبرز في الملف اليمني، هذا الموقف الأمريكي قد ينبع عن ماذا فيما يخص تبعات وتطورات ألو، نذهب إذن لفاصل وأعود من ثم لاستكمال هذه الحلقة من زوايا الحدث. إذن أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، أعود لضيفي دكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب. نعم أهلا، أهلا وسهلا بك. دكتور نجيب، إذن قلت لك ربما أمريكا اليوم هي اللاعب الأبرز في الملف اليمني من خلال مبادرة كيري وتبني ولد الشيخ لها، هذا الموقف الأمريكي قد ينبع عن ماذا؟ قد يعتبر مؤشر على ماذا في مسار التسويات في اليمن؟ الرؤية الأمريكية أصبحت واضحة فيما يخص الحل السياسي، وعكستها بشكل كامل مقترحات كيري للحل السياسي، وبالتالي هم الآن يبحثوا عن حلول وسطى ومحاولة لإعادة بناء السلطة خارج إطار المرجعيات، وهذه المسألة يعني مرفوضة. يبدو لي أن الحكومة الشرعية أمام خيار وحيد هو رفض هذه المقترحات. الإدارة الأمريكية الحالية لم يبقى أمامها وقت طويل حتى تدافع عن مقترحات كيري، وسننتظر يعني الفترة القادمة مع تشكيل حكومة جديدة وزارة خارجية جديدة وإدارة أمريكية متكاملة. لكن خلال هذه الفترة أنا حسب تصوري أنه على الحكومة أن تقاوم وتواجه هذه المقترحات، والحكومة يعني أوضحت رؤيتها بشكل كامل وبشكل جريء، وبالتالي فقط اليوم المطلوب منها هو العمل في الميدان، لأنه هذا الخيار هو الخيار الأسلم والوحيد والأجدى يعني لمواجهة الإنقلاب. طيب أشرك معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. إذن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن يطلبون مزيد من الوقت للتشاور، اعتبر هذا الموقف بالرافض لمشروع القرار المصري، كيف تقرأ هذا الموقف وما وصفه البعض بالانحياز للإنقلابيين؟ أنا في اعتقادي أن الموقف ليس انحيازا للإنقلابيين، على الجميع أن يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تنطلق من مصالحها بشكل أولي، يعني فلذلك لا يجب أن يقرأ هكذا يعني تأخير صدور قرار أو حالته للمناقشة بشكل أكبر وأعمق على أنه يعني دعما للحوثيين وميليشيا صالح على الأرض. هذا الكلام يعني ليس صحيح، هو كلام لا يصب إلا في صالح الإنقلابيين من أجل تعزيز قواهم في الأرض، ومن أجل يعني نشر هذه المعلومات لمن يتبعهم على أنهم يعني ما زالوا يشكلون انتصارا وأن الدول الغربية الآن بدأت تغير. طيب أن تقول أنه يجب قراءة هذا الموقف من ناحية مصالح وتعامل الدول وفق مصالحها؟ أستاذ إبراهيم القعطبي تسمعني؟ الولايات المتحدة معروفة أستاذ إبراهيم أنها تود أن تبقي كل أدوات اللعبة بأيديها. أستاذ إبراهيم. نعم
أن تقول أن تقرأ هذا الموقف أنه يجب قراءته من زاوية تعامل هذه الدول الكبرى مع مصالحها. إذا ما حاولنا الفهم أبعاد هذا الموقف، أنا بقول لك أنه على سبيل المثال الولايات المتحدة تود أن تبقي كل خيوط اللعبة بيدها، وهذا يعني أنها يجب أن تلعب مع الحوثيين ومع صالح ومع الشرعية والدول الخليجية. هي يعني الانتصار العسكري في اليمن والحسم الأمور عسكريا هذا يدل على أن مستقبلا ستكون هناك علاقة قوية، وأن يكون للمملكة العربية السعودية تأثيرا قويا ومباشرا في الساحة اليمنية. الولايات المتحدة لا تود أن يكون لأي دولة مهما كانت علاقتها مع الولايات المتحدة بأن يكون لها اليد القوية في اليمن، فلذلك هي تحاول اللعب مع جميع اللاعبين على الأرض من أجل أن تبقي كما قلت كل خيوط اللعبة بأيديها، وهم ينطلقون من هذا الأساس. فلذلك المشكلة يا أخي العزيز، ولا نكون واضحين، أن الحكومة الشرعية تفقد كل أوراق اللعبة، لا يستطيعون التأثير إعلاميا ولا الحث على في المناطق المحررة. هناك يعني فريق إعلامي وسياسي الذي بجوار الرئيس هادي لا يفقه لا في العلاقة الدولية ولا يفقه في كيف يحشد الوطن في الداخل. هذه هي المشكلة الحقيقية، فلذلك العالم يتعامل مع الشرعية ومع الحوثية من هذا المنطلق أنهم يستطيعون أنقل هذه النقطة لصد نجيب غلاب من الرياض الفراغات الإعلامية. طيب. وهذا الشيء سلبي من جهة الشرعية، فلذلك طيب. العالم ليس على استعداد أن يقدم أو يوقف مع حكومة شرعية إلى ما لا نهاية إذا لم تقدم وتتقدم على الأرض وعلى الإعلام وفي الجوانب السياسية. طيب أنقل هذه النقطة للأستاذ نجيب غلاب في الرياض. أستاذ نجيب، يرى الأستاذ إبراهيم قعطبي من نيويورك أن ربما هذه الحالة من التعامل المجتمع الدولي بنوع من المرونة مع الانقلابين يعود إلى فشل الحكومة الشرعية في الحشد، وأيضا فشلها في العلاقة الدولية وتقوية موقفها خارجيا وإظهاره، ما رأيك؟ أولا، المرونة الدولية ليست جديدة فيما يخص مسألة أطراف الانقلاب. يعني حتى لو ركزنا قرار مجلس الأمن، يعني كان قرار أيضا متساهل مع الحركة الحوثية وهو قبلهم كشريك، وكانت مطالبة واضحة هو إنهاء إجراءات الانقلاب. لكن الذي يحصل على مستوى الواقع هو أن الحركة الحوثية لم تلتزم ولا ببند واحد بما يخص مسألة إنهاء إجراءات الانقلاب، وبالتالي رغم كل ذلك ما زال هناك تدليل للحركة الحوثية والتعامل معها بمرونة كاملة. هناك عقدة أمريكية فيما يخص مكافحة الإرهاب، وأيضا هناك عجز لدى المجتمع الدولي في فهم طبيعة وتركيبة الأيديولوجية الحوثية وارتباطاتها يعني العضوية بإيران. هناك تلاعب بشكل أو بآخر يخدم المشروع الإيراني في المنطقة وبشكل ضاغط على الدول العربية وبالذات على دول الخليج والمملكة العربية السعودية. لكن الحكومة الشرعية حققت إنجاز كبير، يعني سنلاحظ أنها تمكنت من تأمين المناطق الجنوبية، مأرب محررة، وهناك جيش وطني متماسك اليوم، وهناك مقاومة متحركة، والإعلام يعني يقوم بجهود يعني ليست هينة. لا يعني هذا أنه لا يوجد تقصير، هناك تقصير، لكن هذا التقصير لما يعني هو نتيجة يعني نتيجة أمور كثيرة، يعني ليس يعني لا نريد أن نناقشها عبر الإعلام. لكن بالأخير لا يعني أن عقد الشرعية هذا يقود الدول الكبيرة كأمريكا إلى يعني نفي الشرعية ومحاولة شرعنة الانقلاب، هذا يتنافى مع القيم والمبادئ والأعراف الدولية. طيب أنتقل إلى الضيف في نيويورك الأستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم، إذا ما تم تمرير هذا مشروع القرار المصري، أهمية أن يصدر هذا القرار بموافقة ومباركة من مجلس الأمن؟ أنا سأقول يعني يجب أن لا نعتمد كليا على ما يصدر من مجلس الأمن. مجلس الأمن أصدر قرارات قوية ضد الانقلاب ولن تسمن ولا تغني من جوع. ولذلك السؤال الحقيقي هو أين مشروع الحكومة الشرعية؟ ما هي بدائلها؟ هم وضعوا بوجهة نظري
كل بيضة شرعية في سلة الحوار، وهذا هو الخطأ الكبير. يعني لماذا لا ينتقل الرئيس هادي لإعلان الأقاليم المحررة كأقاليم؟ ما المانع؟ خل هناك لابد من خطوات تتم، هناك استفتاء ومراجعة للدستور. هذه الخطوة، ولذلك عندما يقف ضد هذه الخطوة سنقول لهم يعني أنكم لن تدينوا يعني مشروع الانقلاب الذي حصل في صنعاء. الشرعية للأسف الشديد لا تفهم ولا يعني تتحرك بالذي يجب أن يقوم عليها، فلذلك لا يجب كما قال الأخ يعني أنه فقط تقصير، يعني هناك غياب كامل للحكومة في المحافل الدولية، هناك غياب كامل للحكومة للعمل مع المنظمات الدولية الخارجية، هناك غياب كامل للتعامل مع الإعلام الخارجي. يا أخي الإعلام الخارجي الآن من يموله للمعلومات هي ميليشيات الحوثي للأسف الشديد، وليس لأنهم أذكياء لكن لأنه يوجد فراغ كامل من الجهة الأخرى وهي الجهة الشرعية. فلذلك لا يجب أن نحاول الابتعاد كثيرا عن الجوهر. الجوهر هو ما البديل التي تقدمه الحكومة كأرض كأرضية واقعية على الأرض من أجل أن يتعامل معها العالم. واضح، شكرا لك أستاذ إبراهيم. أما الملف يعني فقط تحاوري فهذا يصب لصالح الحوثيين، يعني أنه تتظل الحلبة والعمل وكل يعني أدوات اللعب بأيديهم. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك المحلل السياسي اليمني. أشكرك جزيلا على هذه المشاركة. أعود مرة أخرى للأستاذ للدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، أهمية صدور هذا القرار إذا ما تم تمريره في مجلس الأمن، أقصد مشروع القرار المصري. مشروع القرار، أسمعك بشكل جيد. مشروع القرار المصري إذا ما تم تمرير هذا القرار وخرج إلى النور، ما الذي سيغير؟ يعني من ناحية عملية لن يغير شيء، لكن إعطاء رسالة واضحة أن هذا الإجراء الانفرادي غير مقبول، وأيضا يعني الحد من مسألة الاندفاع من جهة الانقلاب، لأنه وضعوا خطة كاملة للتحركات الدولية يعني كمحاولة للاعتراف بهذه الحكومة، وبالتالي هذا البيان هو ضروري لإرسال رسالة لكل المجتمع الدولي بشكل كامل وللدول الإقليمية اللي بإمكان التي تتعامل مع هذه الحكومة أن التعامل معها مسألة مرفوضة. وأنا أعتقد أنه فقط هذه هي الأهم، أيضا رسالة للإنقلاب أن إجراءاتهم مرفوضة وأن المجتمع الدولي رافض أن يتعامل معها أيا كانت. أما من ناحية عملية، أنا تصوري أنه هذه الحكومة يعني لا علاقة لها يعني بالمتغيرات اللي يعني بصراعها مع الشرعية، فقط هي وظيفتها الأساسية إدارة صراعات داخلية داخل الانقلاب ومحاولة ترتيب أوضاعهم، وبالتالي هذا البيان هو ضروري فقط لإرسال رسالة للعالم أن بعدم التعامل مع هذه الحكومة. شكرا جزيلا لك دكتور نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة الدراسات، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا من الرياض المحلل السياسي السعودي سليمان عقيلي. أهلا بك أستاذ سليمان. أستاذ سليمان، أهلا أستاذ سليمان. نناقش في هذه الحلقة ما نشر الآن من أخبار عن مساعي أمريكية لإفشال مشروع القرار المصري الذي يدين تشكيل الانقلابين في صنعاء لحكومة. ما الصدى الذي تركه هذا الرفض الأمريكي لدى الإقليم، لدى الداعمين للشرعية، أقصد هنا التحالف العربي؟ نعم، هو في الواقع ليس مشروع قرار، مشروع بيان أو ربما يكون بيان رئاسي. وعلى كل حال أنا شخصيا لا يفاجئني يعني المحاولة الأمريكية للتعطيل، لأنه العلاقة الأمريكية بالمتمردين الانقلابيين المتطرفين معروفة منذ أمد، وهناك قناة استخباراتية أمريكية حوثية، وأنا في واقع الأمر لست متفاجئ من مثل هذه المعلومات لو صحت، ولكن الذي يفاجئني هو الاستراتيجية الأمريكية بشكل عام في المنطقة الهادفة إلى دعم مصادر التوتر والاضطراب في المنطقة. هذه
لم تكن سياسة الولايات المتحدة في السابق. سياسة الولايات المتحدة انكبت قديما وعبر كل الرؤساء الأمريكيين على تثبيت الاستقرار وعلى نشر الأمن وتوطيد السلام في المنطقة. أما الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته أو على حدود الانتهاء باراك أوباما فقد في الواقع فقد أساء إلى السلام والأمن في المنطقة. هو دعم مناطق التوتر في العراق وسوريا واليمن، وإذا صح عن تعطيله لمجرد بيان رئاسي يعني يندد بالحكومة الحكومة طفل الأنبوب في صنعاء، فإن ذلك تتويج في واقع الأمر مواقفه السابقة لدعم الفوضى في المنطقة والإرهاب، حيث تشير أصابع الاتهام إلى السياسة الأمريكية في تواجد داعش والقاعدة والحوثي والعصائب والحشود الشعبية، وكلها هذه رموز للعنف والإرهاب والتطرف في المنطقة. طيب أستاذ سليمان، هناك حالة انزعاج من صنعاء من قبل الانقلابيين في صنعاء، عبروا عن انزعاج من عدم الاعتراف بالحكومة التي شكلوها. في المقابل لم يصدر حتى الآن موقف رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية يدين هذا الإجراء. ما صدر وما هو واضح الآن من المواقف الأمريكية هو إفشال هذا البيان المصري حتى الآن. ألا يعتبر؟ نعم. لأن البعض يرى هذه المواقف الأمريكية أنها تأتي في إطار ربما مباركة لتصعيد الانقلابيين من خلال تشكيل الحكومة، إلى أي حد تتفق مع هذه الرؤية؟ نعم، هو في الواقع الذي يرى مبادرة كيري يعرف أنها لصالح الانقلابيين وأنها توفر لهم غالبية السلطة، وبما يؤدي إلى سلسلة أزمات في اليمن وإلى تهديد الأمن القومي السعودي. هذه سياسة أوباما، سياسة دعم التطرف والعنف والإرهاب. وأنا قلت لك لا يفاجئني ذلك من رجل أساء إلى العلاقات الأمريكية السعودية وأساء إلى الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، استراتيجية الاعتدال والاستقرار. هذا الرئيس في الواقع دعم الدولة التي تصدر العنف والإرهاب وهي إيران، هو يدعمها وهو سهل تكسر عزلتها وشجع على التواصل معها، وهو في الواقع يدعم الآن ويضلل بالطائرات بسلاح الجو عنف ميليشياتها في العراق التي تمسح المدن العراقية بالأرض، وهو كذلك يؤيد العنف الأسدي الروسي الإيراني ضد أهلنا في سوريا. هذه سياسة باراك أوباما، سياسة العنف والإرهاب والتطرف، وهو بذلك ينشئ ردود فعل متطرفة. هذه السياسة الأمريكية هي التي تهيئ للتطرف العربي الإسلامي السني. هذا الرئيس هو الذي خلق الأجواء الملائمة للعنف والتطرف في المنطقة، لأنه شجع العنف والتطرف الإيراني القومي الفارسي، كما شجع العنف المذهبي في العراق، وهو الآن يضلله ويغطيه في سوريا ضد النساء والأطفال. كذلك هو يشجع القتل في اليمن ويشجع. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكل ضيوف هذه الحلقة. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومعدها ماهر أبو المجد.